التاسع من مارس لعام 2020، وزارة التعليم تأتي بالخبر المبين: تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة حتى إشعار آخر. 500 يوم وأكثر قد مضت على هذا القرار حتى أتى الإشعار الآخر، بعدما تجاوزت المملكة إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة للقاح كورونا. وزارة التعليم تعلن عودة التعليم الحضوري، لكن بعدة شروط تضمن سلامة الطلاب والمعلمين. أنا كولي أمر مستعدين استعداد المدارس العام الدراسي الجديد. بالنسبة للدراسة للعيال حضوريا أفضل من على المنصة، لكي التعليم يكون الطالب يستفيد من المدرس بلحظة بلحظة. وش نوع الاستعداد الذي استعديتوا له؟ استعدنا هيئنا للعيال الأدوات المدرسية كلها، وبالنسبة أعطيناهم التعليمات اللي هي الوقائية حقت الكورونا، اللبس، الكمام، والتعقيم اليدين. 29 من أغسطس، فتح بوابات المدارس والجامعات من جديد، استقبال المعلمين والطلاب على حد سواء. متحدثة التعليم تصرح: العام القادم سيكون حضوريا لطلاب الجامعات ومنسوبيها وطلاب وأساتذة المرحلة الثانوية وكذلك المرحلة المتوسطة. أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فبعد 85 يوما من تاريخ عودة الطلاب حضوريا أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة، 70% من سكان المملكة بجرعتين، أيهما يسبق؟ أنا كطالب بالجامعة يعني أشوف الرجوع الجامعة أفضل بكثير من التعليم عن بعد، يعني ممكن يكون تفهيمه الدكتور يكون يعني قبالك يفهمك أفضل من الصوت. فأنا أشوف قرار صايب، يعني بما أن الحين وصلت اللقاحات أكثر من 25 مليون، هذا أشوف يعني الحمد لله الدولة ما قصرت بشيء، سواء باللقاحات، بالتباعد، بالإجراءات الوقائية. بعودة التعليم تعود ملامح الحياة إلى ما كانت عليه، أو ربما قليلاً مما كانت عليه. العودة للقرطاس والقلم والجلوس على مقاعد التعليم في عام استثنائي عنوانه: متباعدون في مقاعد الدراسة، متفائلون بتجاوز المرحلة. عبدالله الرويس للقناة الإخبارية، الرياض.